يقول: لو أن رجلا رأى شخصا مع امرأته في منزله فقتله، فما هو الحكم؟ أول شيء أسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أعراضنا جميعا ولا يسلط علينا أحدا. بالنسبة لهذه القضية، وهي إذا رأى رجلا يزني بامرأته مثلا فقتله، هذا الأمر طبعا في وقته، يعني هذه أمور يعني في وقتها الإنسان قد لا يفكر كيف يتصرف، وإنما تكون تصرفات انفعالية كردة فعل لواقع رآه. ولا شك أنه معذور عند الله تبارك وتعالى، هو معذور عند الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نتكلم عن القاضي. القاضي جاء له برجل فقال له: لماذا قتلته؟ ولعله بعد يمكن قتل امرأته كذلك، فيقول: لماذا قتلته؟ قال: رأيته يزني بامرأتي مثلا، إذا كان اغتصابا مثلا، قال: كان يغتصب امرأتي مثلا. القاضي هنا لا يقبل هذا الأمر، لا يقبل هذا، ما يدري أن هذا الرجل صادق. القاضي لا يعلم الغيب، فلا يقبل منه هذا الكلام حتى لو شهدت امرأته. قد يكون بينهم عداوة، قد يكون هذا الرجل يطالبهم فلوس وهي امرته، وقال: نبي نفتك منه ونفتك من دينه ونفتك من مشاكله وكذا، خلنا دي ونقول حاول يعتدي عليك وانت تقول اعتدى علي، وعند القاضي شدي حيلك بالبتي زين وش اسمه ونتخلص منه. فهذا وارد، خاصة بعد ما خربت الذمم غير ذلك من الأمور. لا يقبل مثل هذا، أن رجل يأتي والله رأيته يزني امرأتي فقتلته، دخل بيتي يسرق فقتلته، ما يقبل هذا الكلام أبدا. فالقاضي يقتله، لكن هو عند الله معذور إذا كان الأمر كما ذكر. وأما إذا فتحنا هذا الباب وقلنا كل واحد يفعل هذا الشيء، ما يصير الأمور فوضى.